السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج الميزان. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج الميزان، عايز اقول لك ان دي توقعات شهر يناير، شهر واحد الشهر القادم هيكون خير وسعادة وهنا وتفاؤل لحياتك بإذن الله. وانزل في الكومنتات واكتب سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم بنية قضاء حاجتك، وان شاء الله بإذن الله ربنا يقضي لك حاجتك بفضل ربنا. وهنشوف مع بعض ايه التوقعات، واخر الفيديو هنشوف رسالة ربنا ليك. نشوف مع بعض ايه اللي عندك. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة انت عندك مقابلة. المقابلة دي هتكون في شغل او هتكون في نقلة غير المكان اللي انت فيه. دايما اقول لك، او انت دايما انت اصلا محب للحياة، بس بتخاف جدا على اللي ليك. بتخاف قوي على الاشخاص المقربين لقلبك والاشخاص اللي تحس ممكن في يوم من الايام تخسرهم. عندك فرحة، والفرحة دي هتكون في أرض البيت أو هتكون بالإمضة أو الوثيقة اللي انت هتمضيها الفترة اللي جاية. بس ليه دايما أقولك لما تخطي خطوة لقدام بلاش التراجع. انت بتتراجع أو عندك مواضيع بترجع فيها الأيام دي، عندك اختلافات رأي، اختلافات أمور، الله أعلم. ناوي تخطي خطوة، والخطوة دي هتكون من صالحك علشان هتكون في مجال حياتك بالكامل. اول قرار المهم اللي لازم تاخده حيران فيه ده، لازم تاخده من غير اي تردد ولا من غير اي كلمة في اي موضوع. الفترة دي انصحك دايما ان انت تقلل من التوتر بتاعك، تقلل من الحيرة بتاعتك، ومش عايزاك تفكر في أي حاجة سلبية، فكر في الإيجابيات بس. في لقاء أو مكالمة أو اشتياق الفترة اللي جاية بإذن الله. في حد هنا أو أنت، حد بيمر بأزمة نفسية، الأزمة دي مخلياك مخنوق أو مخلية الشخص اللي بيعاني من الأزمة دي مخنوق ومش طايق نفسه ولا طايق يتكلم مع حد ولا حد يتكلم معاه، رغم إن أنت دايما جنبه ورغم إن أنت واقف معاه، بس أنت حيران. في عندك هنا بعض الحيرة في بعض الأمور اللي أنت بتعيشها، لخبطة، إرهاق، انتظار، توتر. أحب أفرحك وأقول لك وتاخد بالك ان انت خلال كام يوم بالظبط هيكون في مكالمة، والمكالمة دي هتكون حلوة وهتكون ليك انت ومن نصيبك. بس خلي بالك من اشخاص دايما بيدعوا المحبة، بيدعوا ان هم بيحبوك، بيدعوا ان هم مش شايفين غيرك وهم اصلا حاقدين عليك وحاطينك في بالهم. فانت الفترة اللي جاية دي هتاخد بعض الخطوات المليئة اللي هتكون فيها عدم يعني عدم اشخاص منافقة في حياتك. دايما اقول لك التزم بصحتك، التزم ان انت تاكل كويس، تشرب كويس، تنام كويس. عايز اقول لك ان انت الايام دي خيالك واسع، ومن ورا خيالك الواسع دي احسن اوقات تاخد فيها قرارات، ودي احسن اوقات ان انت تحقق النجاح اللي هو شغال في دماغك. انت الايام دي بترسم خطط، بترسم حاجات، وعلشان كده انصحك ان انت تحقق اي حاجة في خيالك. بس عايزاك تكون مستحمل نتيجة اي مواجهة، نتيجة اي قرار، اي حاجة في حياتك لازم تستحمل نتيجتها. في كمان هنا خنقة وضيقة، والخنقة الضيقة دي بسبب العين القوية اللي صايباك، فلازم تهدي بالك وتدخل على الفترة اللي جاية بالخير وبالفرحة. ارمي الخنقة وارمي الضيق دي من ورا ظهرك، وبلاش تدور على الحاجات اللي تضايقك وتخنقك وتفكر فيها. دايما اقولك ان انت بتفتح بيبان على نفسك، وعلشان كده الباب اللي انت دقيت عليه بقالك مدة هيتفتح قدامك. بس قدامك كام خطوة، قدامك كام خطوة، وخلال الخطوات دي اللي علشان توصل لبر الامان هتضطر ان انت تطرد برضو ناس من حياتك. فعلشان انت عندك باب جديد فلازم تصفي حساباتك.
بينك وما بين الشريك شوية كويسين، شوية تقلب، شوية مفيش راحة، كل واحد ماشي بدماغه. انت جواك كلام كتير عايز تعبر عنه، عايز تتكلم عنه، عايز تحكي مع الشريك او مع الطرف التاني، بس لاقي اهمال، ملاقيش الشخص اللي معاك بيستغل اللي انت فيه. دايما اقول لك احذر من عراقيل موجودة في وشك وحاقدين. انت عندك ناس ممكن ما تكونش تعرفك او عمرها ما اتكلمت معاك ولا شافتك بس حاسدينك. طيب على ايه؟ انت مش عارف، انت كشخصيتك مش عارف هم حاسدينك على ايه، بس كل اللي تعرفه ان هم حاسدينك وبيتكلموا عليك. بس اجمل ما فيك ان مهما ضربات قوية وصدمات ومشاكل نفسية تمر عليك، على قد ما انت جبل بتستحمل وبتسد وبتعافر وبتقول مفيش حاجة تهزني أبدا. دايما عندك قوة خارقة، عندك إرادة، بتحقق حلمك ومفيش حاجة عندك اسمها مستحيل. وعلشان كده دايما أحب أطمنك وأبشرك إن البيبان كلها اللي مقفولة هتتفتح. وخلي بالك انت هنا الايام دي بتحاول تستعيد صبرك وتستعيد الحاجات اللي فقدتها، وعلشان كده بتفوت حاجات كتير جدا بمزاجك. وفي ناس هنا حاسه ان انت يعني انت متساهل معاهم. لا، انت مش متساهل، انت بدأت تعدي علشان عايز تبني وتعمل الحاجة اللي ببالك، فبدأت تعدي وما تشغلش بالك في اللي انت فيه. دايما اقول ان انت على قد كمية الهدوء الفترة دي، على قد كمية التعب النفسي اللي انت بتعاني منه، وبرضه ساكت وبتقول انا ليه يا رب كبير. خلي بالك انت الايام دي حرفيا بتظهر حاجات غريبة في جسمك، بتظهر حاجات كده مش طبيعية لدرجة ان انت حيران. واكتر مشاكل بتعاني منها هي الوجع، الوجع في الجسم اللي غير طبيعي. عايز اقول لك الهم اللي انت شايله ربنا هيشيله من جواك وهيشيل الحمل التقيل. انت من اكتر الاشخاص اللي قلبها طيب، ومن اكتر الاشخاص اللي مروا بصدمات من المقربين، مروا بخذلان من المقربين اللي من اللي قلبك. جواك دعاء وبتدعي ربنا بيه ليل ونهار، وعلشان كده ربنا هيجبر بخاطرك الايام اللي جاية وهيشق طريقك في اشتياء، في امور، في تراجعات، في حياة حلوة. عندك عدالة، انت ساكت علشان عارف ان انت عندك عدالة، وبالفعل عندك عدالة حلوة. والعدالة دي قد ايه انت هتكون مبسوط بيها، علشان هتلاقي الشخص فعلا بيحكم بالعدالة في حياتك. هقولك تاني وهفضل اقولك ان في تعابين وشهم بيتلون، مش واحدة ولا اتنين ولا تلاتة، هم كذا تعبان عندك معاك احبابك. مجرد ما تعدل وشك كده بتلاقيهم بيبخوا سم عليك وعايزين يأذوك، ومش حبلك ابدا ابدا ان انت تكون احسن منهم. بس على مين انت؟ علشان معاك رب كريم هتطلع من الخنقة والضيقة والصدمات اللي انت بتمر بيها في الوقت اللي ربك هيريد بيه ان انت تطلع. مش عايزك تقلق خالص، ربك هيحفظك وهيوسع رزقك وهيرضيك بالفرحة اللي المفروض انت تستاهلها. بس انا انصحك دايما وهفضل انصحك ان انت تحصن نفسك اول باول، وتخلي بالك من كل مشكلة او كل عراقيل ممكن تتحط قدامك. ليه؟ علشان خاطر انت روحانياتك عالية واحلامك كلها بتتحقق. وعشان كده الفترة دي من اكتر الفترات اللي انت هنا واقف وبتخطط لحلمك، وبتحاول تنظم وقتك، تنظم مسؤولياتك، تنظم حياتك كلها. بس برضو عندك طاقة تفكير كبيرة، طاقة تفكير رهيبة. عايز اقولك ان انت هنا ربنا هيرجع لك اشخاص، يعني اشخاص كده، وهيعرفوا قد ايه ان هم خسروك مع اللقاءات الحلوة اللي انت هتاخد بالك منها. بس عايز اقولك انت هتفضل لحد امتى تتنازل؟ هتفضل لحد امتى تضحي؟
هتعيش وتموت لحد امتى عمال تضحي لناس ما تستاهلش، لأشخاص أذينك؟ انت محسود، وبلاش تخلي الحسد ياخد جزء كبير من حياتك، بلاش تدي زيادة عن اللزوم، حاول توازن أمورك، وازن حياتك. انت هنا حواليك ناس كتيرة جدا معجبة بيكم، حواليك ناس كتيرة جدا عايزة تكلمكم، عايزة تتكلم معاكم، عايزة يبقى في بينكم كلام، بس انتم من كتر اللي انتم شايفينه في حياتكم عملتوا ستوب. انت حاليا الشخص اللي ممكن يجيب لك وجع دماغ، او الشخص اللي ممكن تحس ان هو ممكن يأذيك، بتطرده من حياتك. ما بقيش عندك طاقة زي الأول، ما بقيتش زي الأول. في الأول كان عندك طاقة تسمع وتستحمل وتتكلم ويبقى في كلام كتير، حرفيا دلوقتي بقى اللي تحس ان هو ممكن بس يقولك كلمة تضايقك او تخنقك بتطرده من حياتك، ولا كأنه ما جاش. صح ولا لأ؟ طيب، في كمية خوف عندك، الخوف ده خايف على حد عندك ولا انت خايف من المستقبل؟ الله اعلم. بلاش تخاف، وثق في ربنا. في كمان خبر حلو، الخبر حلو ده متعلق بحظك الايام اللي جاية. انت بدأت ان انت تعافر وتجاهد، وعلشان كده بدأ الارهاق يزيد جدا في صحتك. عندك هنا حد غايب عنك، والحد ده بعد فترة. عايز اقولك انه كان في بينك وما بينه زعل، الزعل ده هيبقى فيه مفاجأة الايام اللي جاية. ودايما اقولك ان خلي بالك انه في حد بيحضر لك، في حد عندك هيعمل لك مفاجأة الايام اللي جاية، في حد عندك ناوي يكلمك، الله اعلم. المهم ان انت الفترة اللي جاية دي هيكون عندك تقدم وتغيير في حالك لأفضل، علشان انت الايام دي متقلب المزاج. بس دي اكتر الايام اللي انت ناوي تشتري فيها عربية او بيت او مسكن، الله اعلم. بس انت الايام دي حرفيا ناوي تشتري حاجات في حياتك، او ناوي تعدل من الفوضى اللي انت بتعيش فيها. وعلشان كده زي ما قلت لك، حذفت اشخاص من حياتك كتير بعد ما اكتشفت اقنعتهم الحقيقية اللي هم بيلبسوها عليه. الفترة اللي جاية دي هتصبح شخص مختلف، هتصبح حد عكس ما هم عارفينه. انت ما بقتش تخاف على حد، خفت وضحيت واديت وامنت وكبرت وعملت المستحيل. حاليا اغلبكم ما بقيش يخاف على حد، حاليا بدأت تقولوا خلاص اللي عايز يخرج الباب مفتوح. وعلشان كده ما بقاش في حد بيأثر عليك، وما بقتش انت زي الاول مع الاشخاص اللي في حياتك. فعشان كده انت بدأت تكون متألق، وبدأت تكون جالس في مكانك الصح. انت حاليا جالس في مكانك الصح، وبتنهي اعمالك وخطواتك بنفسك، مفيش حد بيتدخل في حياتك، مفيش حد بيأذيك. وعلشان كده انت هتستاهل النقلة دي، وهتستاهل الفرحة دي، ودي هالفرحة دي والنقلة دي هتكون من عند ربنا، مفيش حد هيعملها لك. التغيير والفرحة والأمور اللي هتعيدها في حياتك هتكون انت تستاهلها. بس دايما انصحك واقولك ان انت حافظ على هدوءك، ما تحاولش ان تخلي اي حد يستفزك. الفترة اللي جاية دي هتمنحك، بس اوعى تستسلم ابدا. الفترة اللي جاية دي اقدر اقول ان مسؤوليتك هتزيد شوية، بس اوعى تخلي حاجة تسيطر عليك، اوعى تخلي حاجة تغير من حياتك. بس ده اقول لك انه في طرف ثالث في حياتك، او في حياة شريك حياتك، في طرف ثالث. والطرف الثالث ده مخلي عراقيل كتيرة موجودة، او توتر وحيرة. فانا مش عارفة مين الطرف الثالث، لاما هو موجود في حياتك انت، لاما موجود في حياة الشريك، الله اعلم. بس في طرف بيتدخل وخراب بيوت، فما ياريت ما تسمعوش لحد. الفترة دي من الفترات اللي انت بتعيش
في وجع او في دوخة او في دوران، يعني حاسس ان حياتك كلها دوران. في هنا حد جاي في سيرتك، خلي بالك، والحد ده من المقربين لأهلك اللي هو عارف عنك كل حاجة، جاي في سيرتك وبيتكلم عليك وبتسأله انا ايه اللي عملته لك. هتلاقي هنا رسالة هترد عليك، الرسالة دي هتكون مفرحة. ليه؟ علشان خاطر هتقلب لك الوضع اللي انت بتمر بيه حاليا. لو انت بتمر بزعل فهتلاقي الامور كلها اتقلبت لصالحك انت، وهتلاقي كل اللي انت بتفكر فيه بيتحقق واحدة ورا التانية. لو كان في خلاف بينك وما بين الاهل، خلاف بينك وما بين الاصدقاء، خلاف بينك وما بين اللي زاد عشمك فيهم قوي، وانا دايما اقول لك ما تخليش العشم ياخدك لبعيد، علشان انت اللي بترجع حزين وبترجع خسرت، وده اكبر خسارة انت خسرتها لما قلت على ناس مستحيل يغزلوني، وعد بقى الضربات والصدمات منهم. فما تقولش على حد تاني ابدا، دول اشخاص ممكن يكونوا كويسين. في حد هنا، في شخص جديد دخل حياتك قرب منك، حبيته وحكيت له وعرفت الصغيرة والكبيرة، لحد ما جه في وقت من الأوقات ودمرك وخذلك، وهو ده الباب والصدمة اللي انت واخدها حاليا في حياتك. صح ولا غلط؟ اخدت ضربة قوية من اللي قلت عليه عمره ما هيخون ومش زيه زي حد. طيب عايزة اطمنك وابشرك ان هنا هتسترد حقوقك تاني من الاشخاص اللي ظلموك. في هنا كمان هتكسب اموال، هتكسب حاجات جديدة في حياتك. انت انكسرت اكتر من مرة واتظلمت، وعلشان كده حاليا بتتأسف لنفسك او بتعتذر لنفسك، وبالفعل انت محتاج تعتذر لنفسك وتطبطب على نفسك، وياريت تحب نفسك شوية. وزي ما بدي الآخرين على نفسك، بدي نفسك على الآخرين. القلق والحيرة والتوتر اللي جواك والكركبة من صدمات انت تعرضت لها على ايد شخص انت بتحبه، على ايد شخص انت امنت له، ده كله ارميه ورا ظهرك وما تركز. انت دايما بيكون عندك فضول تكتشف، فضول تعافر، فضول تبني، والفضول ده هو اللي بيدخلك في الطاقة السلبية، وهو اللي بيخليهم يضايقوك ويستغلوا طيبة قلبك. فعشان كده ما تفضلش تآمن مدى حياتك لناس ما تستاهلش. عندك هنا شخص من الماضي هيحاول يكلمك ويرجع لك تاني، خلي لي بالك منه. الألم اللي في المفاصل والقولون اللي مستمر ده بسبب الضغوط والمشاكل اللي انت بتفكر فيها باستمرار. في هنا كمان قضية، والقضية دي انت بتدعي ربنا ان انت تربحها، ما تقلقش، علشان هي هتكون حكم عدالة ليك، علشان انت الأيام اللي جاية دي هيكون في عدالة وهيكون في حكم، والحكم ده هيكون ليك انت ولصالحك. طيب انت هنا ناوي الفترة اللي جاية دي تغير ايه في حياتك؟ ناوي تعمل ايه؟ الفترة اللي جاية دي انت ناوي تعمل حاجات كتيرة في حياتك، ناوي تبني، ناوي تطلع، ناوي تشتغل على نفسك، الله اعلم. بس الفترة اللي جاية دي هي من اكتر الفترات اللي انت ناوي تعمل حاجات كتيرة جدا، وبتفكر في حاجات كتير. فانا مش عايزك تفكر في كذا حاجة، ياريت تفكر في حاجة حاجة عشان تعرف تكمل فيها. من مميزاتك، اول ميزة عندك ان انت بتشوف الحاجة قبل ما تحصل، وده بسبب روحانياتك العالية والحاسة السادسة اللي واخدة دور كبير جدا في حياتك. ده ميزة جد حلوة جدا، لدرجة ان انت بتقول لهم خلوا بالكم ده هيحصل كذا، وبالفعل لدرجة ان هم بيسألوك انت فيك ايه، انت عرفت ازاي. في علاقة انت موجود فيها، العلاقة دي غامضة ومضايقاك،
بس انت مش عارف تتعامل معاها ازاي. ساكت. مع اكتمال الاقمار في حياتك هتلاقي امور كتيرة جدا بتختلف. عندك هنا الاضواء مسلطة عليك، وده بيدل ان انت فعلا منتظر لقاء او منتظر تليفون. في هنا تواصل، والتواصل ده هيكون مع في دراسة او في عمل او في حاجات هتصبح من الاولوياتك، تصبح من اولوياتك في حياتك. انت عندك دايما القدرة ان انت تكتشف الاقنعة المزيفة والاقنعة اللي هم بحجة ان هم بيحبوك وحابين لك مصلحتك، وعلشان كده بتكون مميز وبتكون عكس الاخرين او عكس اي حد في حياتك. انت هنا لا، كل ما تنوي على حاجة ما بتعملهاش، يعني خلاص بتكون مثلا ناوي تروح مشوار وما تروحش، بتكون ناوي تنام وما تعرفش تنام، بتكون ناوي تعمل حاجة وما بتعرفش، ده بسبب العين اللي صايباك. انت مصاب بعين كبيرة ومأثرة على جسدك، بس برضو قوي، يعني انت اقوى من العين اللي صايباك واقوى من اي مشكلة في حياتك. وعلشان انت دايما اقوى من اي حاجة في حياتك، هتلاقي دايما كل اللي ظالمينك جايين ويتأسفوا لك وبيعتذروا لك. ما تخليش اي حد يتكلم عليك، ما تخليش اي حد بس يفكر ان هو يأذيك. شايفنا هنا هيكون عندك قرار، القرار ده لازم تاخده. يعني لما تاخد القرار ما تقولش مرة واحدة انا خدت القرار، لأ انا فكرت وتعبت واديت الموضوع وقته لحد ما خدت القرار الصح. ده اللي المفروض تعمله علشان خاطر هم حاسدينك. ما بالك بقى لما تروح تقول لهم انا ده حصل كذا، ده بتلاقي عراقيل واقفة في وشك. وزي ما قلت لك، انت بتكون كام مرة ناوي على حاجة تعملها وما بتحصلش، كام مرة بتلاقي نفسك كل ما بتقول هانت بترجع اسوأ ما كانت. لا، ابشر، ابشر بالاخبار السارة اللي هتكون من ايامك الفترة اللي جاية، بس بلاش الهم وبلاش المشكلة الكبيرة اللي انت مازال حاليا، يعني مازال حاليا موجود فيها. على قد ما انت ناوي تطلع من الضغط، على قد ما انت ناوي تبص لحياتك بشكل مختلف، على قد ما انت ناوي تغير من حياتك في العراقيل اللي انت موجود فيها، او تطلع من السلبيات اللي انت حاليا بتمر بيها، بس احذر لي من ضغط، احذر لي من اشخاص بيحاولوا يضحكوا عليك ويلعبوا عليك وش الملايكة. في هنا طاقات حلوة ان شاء الله باذن الله. طيب بالنسبة لقلبك، قلبك ده هيكون فيه تغيير، لاما هتغير ناس فيه، لاما هتدخل لك ناس جديدة وهتدخل لقلبك، وهتحس ان انت فعلا تستاهل الحب علشان انت خدت ضربات قوية في قلبك، خدت صدمات كتيرة، خدت اكتر من صدمة ومريت باكتر من خذلان من اللي من دمك ولحمك. فالفترة اللي جاية هتكون فترتك انت، فترة ان انت تثبت وجودك، فترة ان انت تحقق الحلم بتاعك. فياريت تخلي بالك من نفسك وتحصد حبة من اللي انت زرعته الفترة اللي فاتت. انت زرعت كتير، زرعت كذا حاجة في حياتك، وحان وقت ان انت تحصد خير، حان وقت ان انت تصبر وما تخليش اي حاجة تخيب ظنك في ربنا، وبلاش تيأس. اوعى اليأس ده يمسك في قلبك. طول ما قلبك منشرح وطول ما قلبك بيدق، اثق ان ربنا هيجبر بخاطرك جبر تاما، وهيكون في تغيرات جذرية مع فرحة طال انتظارها. بس خلي بالك من نفسك كويس جدا، وما تسمعش لأي حد، ونشوف رسالة ربنا ليك ايه وبتقولك ايه. وان شاء الله بإذن الله رسالة ربنا تكون كلها خير ليك ان شاء الله بإذن الله. بسم الله. طيب بص بقى، أشياء حلوة راحت منك واتألمت واتعذبت عليها،
ربنا بيقول لك تفائل، الأيام اللي جاية كلها فرح ليك وتعويض من ربنا لحياتك. بس انت انزل في الكومنتات واكتب يا الله، وان شاء الله بإذن الله ربنا يقضي لك حاجتك ويفرحك من حيث لا تحتسب بإذن الله. رسالتك قوية جدا وفيها تغيرات جذرية، وان شاء الله الفرحة والسعادة والهنا تكون لحياتك اللي جاية.